ده النهارده يعني يعتبر من الايام التاريخيه في حياه محافظه جنوب سيناء ومدينه الترعه الاخص. النهارده احنا بنفتتح توسعات محطه تسمين العجول. المحطه دي بدات ب 3000 راس، النهارده ما شاء الله الله اكبر 11000 توسعات جديده. احنا لسه جايين من المكان اللي في الاخر المزرعه، عندنا 11000 راس، ال 20 راس لكل شاب، فكده انت بتشغل 550 شاب في الدوره الواحده. الدوره 6 اشهر، معنى ذلك ان احنا بنشغل 1100 شاب في السنه على دورتين، 11000 و11000 يبقى 22000 راس في السنه مصر الخير في مزرعه الطور. اللي الشباب دول الشاب بياخد من 4 ل 5000 جنيه شهريا في هذا المشروع، يبقى انت بتشغل 1100 شاب بمرتب فعلا مجزي، ومش شاب وبس، ده احنا بنشغل ارامل وبنشغل سيدات وبنشغل كل دول عاملات على فكره، يعني يسعدهم ويكرمهم وكل الناس دي بتدعي لهم، لان هذا الموضوع هو موضوع خيري. محافظه لم تدفع اي شيء غير الارض، خصصت الارض وبتاخد حق انتفاع كمان في الارض. المحافظه لم تقوم غير بانها وفرت المكان وبتاخد حق انتفاع كمان من الشركه على هذه الارض. بنقول متشكرين، بنقول لكل الفدائيين وكل كتيبه المجاهدين فعلا اللي موجودين في مصر الخير متشكرين والف شكر. وشعب جنوب سيناء كله وخاصه محافظه مدينه الطور بيقدموا كل الشكر وكل تحيه. لما اهالينا دول يشتغلوا شايفينهم اهم قدامكم، وان شاء الله يصل مرتب الفرد فيه من 4000 جنيه في الشهر، هذا شيء يعني نتمناه ورحنا حتى معاه.